السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. اليوم كانت جنازة زوجة الفنان كاظم الساهر بعد إعلانه امبارح عن وفاتها على حسابه على الفيسبوك، وكتب إن لله وإنا إليه راجعون وفاة زوجتي. وطبعا الناس كتيرة جدا تفاعلوا من الجمهور مع كاظم الساهر في منشوره ودعوا لها بالرحمة والمغفرة، وكانت النهاردة جنازتها وكانت فعلا جنازة مهيبة جدا. وكاظم الساهر كان في تصريح ليه قال ان هو ظلمها معاه وهي صغيرة اول جوازهم، وكان بيسافر كتير جدا وكان تنقلاته كتير وكان ما بيستقرش في حتة معينة، وطبعا كان لسه في بداياته وكانت حالته المادية ما كانتش زي دلوقتي، وبيقول ان هي اتظلمت معايا كتير وانا انفصلت عنها، وبيقول كان العلاقة ما بيننا كانت مقطوعة وبس، لكن لما زارت الكعبة وبعد زيارتها ورجوعها قالت ان هي مسامحة. ومن وقتها قال كاظم الساهر ان هما فضلوا اصدقاء وسامحته. وبعد اعلان وفاتها كتب كاظم الساهر تصريح لي وقال ان انا لغيت كل حفلاتي اللي انا كنت متعاقد عليها عشان وفاة زوجته وحدادا بعد وفاتها، وقال ان زوجته هي ام اولاده الاتنين، واتكلم كاظم عنها بطريقة جميلة جدا ونعاها بكلمات مؤثرة، وفي ناس كتير جدا كانت بتقول ان هي تعرفها وكانت بني أدم خلوقة وإنسانة محترمة جدا، وناس كتير من الجمهور وفنانين العرب عامة أو بمعنى أصح الفنانين في العالم العربي قالوا إن هي إنسانة جميلة جدا ودعوا لها بالرحمة والمغفرة. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.